لك وسمعت صوت البارون قولول عني شفت السما مضوية الله لك لا تقولوا بس مرعون ورجالي الريحاوية الله لك عالبرود وضلك عيد لك هاي رجالك يا ابن سعيد واضرب بالبارود وعيد واحنا رجالك يا ابن سعيد عاشور اعطينا عاشور حبيبي آل سعيد اسمع لك وسمعت صوت هذول الخاليني عاشور تضرب البارود وعيد حيلي لابن سعيد هو ضرب البارود وعيد هو احنا رجالك يا ابن سعيد عاشور عرسنا يوسف هالخالي إلو بغني موالي عرس مهند يا غالي وهذا هو من رجالي عاشور وحي الرجل اللي ما بيهتز حييني خي معتز وحي الرجل اللي ما بيهتز وهاي رجالك يا معتز عاشور من الجزائر لتونس بنحيي خي يونس من الجزائر لتونس حييني خي يونس عاشور ولولولول يا والله بالعين عاشور كل التحيات لمتابعين عم سفيان الله عاشور ايوه حبايبي وسعوا الوسط وسعوا الوسط حبايبي لابن سعيد وسعوا الوسط خلوا الوسط فاضي يا شباب هاو سمعت صوت الرشاش شفت السما مضوية هاو سمعت صوت الرشاش
شفت السما مضوية هذا هو أبو إسماعيل وزغرتيل ويا بناية عاشور يحكي يحكي الله الله عاشور لك عالطابور وعالطابور سعيدو من الله منصور عالطابور وعالطابور وسعيدو من الله منصور عاشور قولوا قولوا أكابر حييني العلي مباشر أنا بحيي الأكابر حيوني العلي مباشر عاشور سمعت الامسيك ستيل يضرب بالجو العالي او سمعت الامسيك ستيل ويضرب بالجو العالي وسألت عن هذا مين هذا ابن سعيد الغالي عاشور كرمال العريسين اسمع 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 كرمال العريسين طب ولا عاد ولا عاد ايوه قولوا الله الله اشعل النار يا هيا حريقه يا بحريقه شعلت يا النار الله شو رايكم نظبط صف التحيه صف على الصف على الصف كلنا على الصف على الصف يا شباب والوسط فاضي Thank you.
الكلاشينكوف ويضرب بي عالي الصوت او سمعت الكلاشينكوف ويضرب بي عالي الصوت وابن سعيد ما يعرف خوف هو لحتى يهاب الموت عاشور وخلوخ يا بخي والله عاشور تحية ابو خميس من العريس المنتظر كرم سعيد يا خليل المصري على راس يا باشا ابو المجد عاشور هالغالي إلو بغني موالي ونبيلو هالغالي إلو بغني موالي